سمير بعد ما رجع من الشغل ودخل نام شوية، طلع كده قعد في الصوفة وقعد جنبيه سميرة، بيقول لها: يا وفاء بنتنا فين؟ قالت له: قاعدة في أوضتها بترسم زي عادتها. قال له: ماجد فين؟ قالت له: ماسك الآيباد وعمال شغال هو كمان في أوضته. قال لها: الولاد دول وحشوني قوي. ونادى كده بصوته: يا وفاء يا ماجد تعالوا بسرعة. جريوا الولاد من أوضتهم: خير يا بابا في إيه؟ قال لهم: وحشتوني يا ولاد، تعالي هنا يا وفاء اقعدي جنبي، وانت يا ماجد سميرة ما تقوميش من مكانك. وحط ايديه عليهم وحضنهم وبقى مبسوط قوي. سميرة بتقول له: مالك، هو في ايه النهاردة؟ قالها: انا محتاج للحضن ده، انا محتاج اضم ولادي تحت جناحي، انا اللي محتاج لده مش هم. سميرة سكتت كده والولاد انبسطوا قوي، قالوا: تصور يا بابا احنا كمان وحشنا حضنك قوي، انت مشغول جدا وبتتعب كتير قوي علشاننا، بس اللحظة دي لحظة مهمة جدا، احنا حاسين ان احنا لسه صغيرين رغم ان احنا كبرنا، في حضنك بنحس باحساس جميل، احساس بالامان. بص كده سمير لسميرة وقال لها: حرف الضاد في ابجديات السعادة الاسرية بيقول ضم، ولادنا محتاجين نضمهم، ازواجنا وزوجاتنا محتاجين نضمهم لصدرنا. الضم مش حاجة جسدية، ولكن الضم حاجة معنوية. صدقوني واحنا بنحضن ولادنا مش بنحضنهم علشان نوريهم ان احنا بنحبهم، احنا بنحضنهم علشان احنا محتاجين الحضن ده والدفى ده. أبجديات السعادة الأسرية وحرف الضاد اللي بتأكد على أهمية الضم، لأن لما ما بيكونش فيه ضم بيكون في انفصال، ولما بيكون في انفصال العالم عنده 100 وسيلة يضم ولادنا ويجذبهم ليه. تعالوا نرسخ حرف الضاد في أبجديات السعادة الأسرية: ضاد ضم. مش كده ولا إيه؟